النهاردة إن شاء الله هنكمل المناطق الحضرية المتدهورة اللي احنا كنا بدأناها في المحاضرة اللي فاتت. هذا المحاضرة بتاعتنا هتبقى خفيفة شوية عن المرة اللي فاتت، فاحنا هنتكلم المرة دي عن استكمال أنواع المناطق الحضرية المتدهورة في مصر، وإيه هي الخصائص العامة ليها، وإيه هي التسليمة المطلوبة. طيب احنا هنرجع بس لجزئية عشان نكملها، ايه هي انواع المناطق الحضرية المتدهورة في مصر. احنا كنا قايلين ان في قانوني وغير قانوني، واتفقنا ان القانوني هو بمعلومية الدولة والتشريعات وليها سياسات ومقننة من قبل الدولة، تمام. طيب المناطق الغير قانونية وهي المناطق التي استغلت استغلال خاطئ بغير الاستغلال اللي كان مفترض ليه من قبل الدولة. ايه المناطق القانونية؟ ساعتها اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان في مناطق قديمة، المناطق القديمة دي بتندرج تحتها مناطق قديمة سكنية ومناطق تاريخية اثرية. المناطق القديمة السكنية قلنا ان هي بيندرج تحتها حاجتين، اللي هو كان حي متميز واتدهور، والتاني كان حي متواضع واتدهور، وبعد كده تالت حاجة اتكلمنا فيها كانت المناطق التاريخية. طيب بعد كده اتكلمنا عن الاسكان الشعبي، وان هو كانت بتوفره الدولة هي اللي كانت عاملاه، وانه ازاي كان سريع التدهور. واتكلمنا بعد كده عن مساكن ايواء العاجل، وان ازاي كانت الدولة كانت بتحاول ان هي تساعد بيه المواطنين في عز الازمات والكوارث، ولكن تم استغلاله استغلال خاطئ من قبل المواطنين اللي تضرروا في هذه المرحلة او في هذا الوقت. طيب ايه المناطق غير قانونية؟ عندي حاجة اسمها مقابر، وعندي حاجة اسمها مناطق عشوائية. طيب مقابر، اسكان المقابر، هو في ناس بتسكن في المقابر؟ اه في ناس بتسكن في المقابر. تسكن فين في المقابر؟ هو احنا بنشوفهم بس يوم الجمعة لما بيبقى في مثلا ناس رايحة بورد ولا حاجات زي كده، او في الاعياد بيزوروا. لا دول زوار، مش ساكني ولا قاطني منطقة المقابر. طيب امال بيسكنوا فين الاول؟ بيسكنوا في الخليفة، الجمالية، الامام الشافعي، السيدة نفيسة، الغفير، والمجاورين، وفي حضن الجبل المقطم. طيب ليه المقابر؟ ليه يعني هي مع ان هي ليها نوع من أنواع الروحانيات والخوف والقلق والاتعاظ، إلى خليه يسكن هنا؟ طيب فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنقول احنا في عندنا مشكلتين دايما بيخلوا المناطق بتبقى عشوائية وبتتدهور، والتفكير بقى بيطلع بره الصندوق. قلنا مين أول واحد؟ قلنا أول واحد اللي جاي من هجرة الريف للحضر. الراجل ده جاي وعايز يسكن في المكان ده، وعايز يكسب ماديا بأسرع طريقة ممكنة. هو شايف ان الفلاحة والزراعة بتاعته مش هتجيب همها، مع ان احنا محتاجين ان احنا الفلاحة والزراعة بتاعته. احنا بعد وقت معين احنا مش هنلاقي ناكل. احنا دلوقتي عندنا مشاكل في المية وبسبب السد، والله اعلم مشاكل السد دي هتجيب لنا ايه. هل هتجيب لنا عطش ولا هتجيب لنا غرق؟ احنا مش عارفين لسه. طيب وان شاء الله نقدر يعني يبقى في حلول عالمية للموضوع ده. الحاجة التانية اللي هو المالك اللي احنا قلنا عليه، اللي هو المتسلط، اللي المتحكم، اللي عايز ياخد، يبقى ممكن يبوظ الدنيا، وبرضه بيطلع بره الصندوق علشان خاطر يروح يكسب اكبر مكسب مادي، بان هو يعلي ادوار، يبرز بالمباني، يشيل عمود فيهد المبنى. انما اللي جاي من الريف ده، يعني هو مش طلع بره الصندوق، هو راح المريخ، قال لك المقابر دي مناسبه جدا ليا. ليه؟ والله هي حلوه، يعني هي فيها اوضه ظريفه، والاوضه دي فيها تواليت صغير، وفي حتة كده مفتوحة، فراغ مفتوح، وفي حنفية مية، وفي كهربا، فداخلي مرافق، وفي شوارع متوازية حتى لو مكانتش مسفلتة. فبيحس نفسه ان هو في البيت الريفي اللي في الريف.
طب الراجل بقى اللي ساكن جنبك المقابر ده ظروفه ايه؟ يعني اللي في الحوش اللي هو الفراغ اللي في النص اللي احنا بنقول عليه بقى ده، هو بيحس بيه ان هو كده. طب الراجل بقى اللي جوه المقبرة ده اللي في الحوش، لا هو غالبا واخده ونس يعني، ما علينا. طب نكمل. ابتدت امتى؟ هو تسبب في تدهور الزراعة وبالتالي نزوح كثير من الفلاحين الى القاهرة. على فكرة تغير الوظيفي والمهني من ان انت بتغير من وظيفتك واصلك لحاجة تانية مش دايما بيبقى صح، مش دايما بيبقى صح. في ناس ممكن تنجح، لكن في ناس كتير ممكن ما تجيبش النجاح المطلوب، بل بالعكس ممكن تكون ناجح في مكانك ده وبتفيد نفسك اكتر وبتفيدني انا اكتر واكتر. يعني شوف انت، يعني انت لما تفضل تزرع وتشوف الفلاحة بتاعتك، انت هتوكل نفسك وهتوكلني معاك وهتوكل ناس كتيرة، ده غير ان انت ممكن تصدر بره. بس مع الاسف احنا بنبص للنظرة محدودة الافق، اللي هو انا عايز فلوس دلوقتي، التسرع في الحصول على المادة. طيب ده هنا تزايد الزحف السكاني على المقابر بعد حرب 67، مبقاش فيه بعد الحرب الناس حصل لها، وحرب الاستنزاف ما كانش فيه انفتاح اقتصادي، ما كانش فيه اي حاجة، ففي برضو فيه ان الناس ابتدت تدور، مبقاش ليها بيوت، البيوت اللي اتهدمت وقت الحرب فاضطرت تروح للمقابر. يسكن الناس مقابر الاحواش اللي بتشبه لحد كبير المسكن الريف التقليدي بأوضة متسقفة وفناء غير مسقوف. اهو هو شايف ان هو ده بالنسبة له ده البيت. طيب نكمل تاني. اسكان المقابر من المميزات اللي هو شايف ان هي تبقى كويسة، زي ما احنا كنا بنتكلم شوية، ان فيها شبكة مياه وكهرباء، فيها شبكة شوارع مستقيمة وواسعة ومتصلة بالطرق الرئيسية، فبالتالي في اكسس يقدر يطلع على اول الشارع ياخد مواصلة ويمشي. تعاني المناطق من نقص في الخدمات لانها اصلا ما فيهاش، هي اساسا ما كانتش منطقة سكنية، انا اساسا جايبها مقبرة لسكن ناس تانية مش ليك، الناس اللي تحت الارض مش للناس اللي فوق الارض. عزلتها النسبية وموقعها الموازي لجبل المقطم جعلها بيئة ملائمة لجميع انواع الجرائم، علشان هي منطقة معزولة وفي ناس بتخاف ان هي تروح هناك، فبالتالي هي بقت بؤرة لجميع انواع الجرائم. طبعا زي ما احنا شايفين كده مفيش اي اهتمام باي حاجة، زي ما قلت لكم اه في طرق بس هي مش متسفلتة ولا اي حاجة خالص، مش مشكلة ان يبقى في مواسير مية مضروبة، مش مشكلة، مش مشكلة يبقى فيه قمامة في المناطق دي. هو المهم بالنسبة للساكن المكان ده ان هو لاقي مكان يقوي وسقف وتواليت وفي لمبة كهرباء يقدر ينورها، هو ده كل الموضوع بالنسبة له. طبعا حنفية مية. طيب بعد كده احنا كده خلصنا اسكان المقابر. هندخل بقى المناطق العشوائية، والمناطق العشوائية دي بالنسبة لنا احنا لينا كلنا هنعرفها. طيب هل المناطق العشوائية هل المناطق العشوائية في بالي هي بس اللي شكلها وحش؟ احنا هنا ما بقيناش بنتكلم في منطقة متدهورة، احنا بقى العشوائيات بقى حاليا بنتكلم في حاجة اسمها عشوائيات. هل العشوائية بس في ان شكل المبنى وحش؟ هل العشوائية بس ان هي ما فيهاش مرافق، ما لهاش بنية تحتية؟ هل ان هي العشوائية ان ما فيهاش داخل لها هواء ولا شمس، ما فيهاش برايفسي؟ كل دي من العشوائيات. انما من اغرب العشوائيات ان انت تبقى ضارب بالقانون عرض الحائط. يعني مثلا ادي دي بالنسبه لي دي عماره سكنيه، تمام، ودي عماره بقى الجديده دي جنبها حلوه جدا وتمام، العماره دي تعتبر عشوائيه ليه؟ ده طالع فوق عدد الادوار ده بدورين، هو طالع مخالف، فبالتالي ده مخالف للقانون وان هو ما فيش واخد ترخيص بالدورين دول، فبالتالي ده بالنسبه لي مبنى عشوائي. يتسع مفهوم الاسكان العشوائي ليشمل اي مبنى يقام دون ترخيص او يكون مخالف للقوانين. طيب هل الاسكان العشوائي دايما سلبي؟ لا، هو مش قصة ان هو سلبي، هو الاسكان العشوائي هو مخرج لانسان عايز يعيش، فبالتالي هو شايف ان هو بيلبي احتياجاته. ابسط الامور ان يلاقي اربع حيطان يبقى هو قادر يعيش فيهم بامان،
هو ده هو اللي بيفكر فيه. انما في الاخر هي بتعمل مشكله ان يبقى في تزايد في السكان، وان بيبقى في بعد كده بيئيا الموضوع ما بيبقاش سليم، بتبتدي تطلع بقى المشاكل اللي احنا تعرضنا ليها قبل كده. تمام. طيب بعد كده انا عندي المناطق العشوائيه بنتكلم فيها. هل المناطق العشوائيه دي اماكنها فين؟ هل هي بتبقى جوه المدينه ولا على الطريق بره ولا فين؟ طيب انا عندي المناطق العشوائيه بالنسبه للمدينه، عندي داخل نطاق المدينه وعندي خارج نطاق المدينه، داخل وخارج. سواء كان محافظه القاهره زي ما احنا شايفين اهو، موجود هنا محافظه القاهره، محافظه القليوبيه، احنا طالعين على الطريق بتاعنا، ولو هنا محافظه الجيزه، ولو مشينا كده هنوصل للفيوم. طيب لو انا بتكلم دلوقتي، هناخد اول حاجه داخل نطاق المدينه. داخل نطاق المدينه ان انا باخد بعمل بتعدى على ارض، سواء اذا كان على ارض حكر او وقف او بتعدى عليها. وزي مثلا هو هنا بيتكلم زي عزب المحمدي وعشش الترجمان، ودي تم ازالتها، دي بتتاخد بوضع اليد. هل بس العزب وعشش الترجمان؟ طب تعالى نرجع كده بعد الثوره بحوالي سنه، كلنا سمعنا اعتقد ان انتوا يعني اكيد كنتوا واعيين للحدث ده. الناس اللي كانت ساكنه في مدينه نصر والناس كانت ساكنه في الهرم سمعت صوت انفجار فجاه فجاه، كلنا سمعناه على يعني مرأة ومسمع من كل الناس. فين الانفجار ده؟ كان في المعادي على الكورنيش خلف المحكمة الدستورية. تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في وقت غياب السلطة الأمنية واستغلال يعني غياب الأمن، في ناس قالت لك طب الله دي حتة الأرض دي احنا نقدر نستغلها، فاحنا نبنيها ونحط وضع يد، وبعد كده يبقى حلال ربنا ايه نعمل تصالح زي ما بيحصل دلوقتي حاليا. القانون الجديد بتاع التصالح ان هو مثلا خلينا نرجع بس للنقطه الاولانيه دي، بعد كده اقول لكم احنا دلوقتي بقينا بنعمل ايه. الشخص كان بنسبه كبيره من الذكاء اللي بنى في الارض دي اللي تعدى فيها على ملك الدوله، تعدى على ارض الدوله، بان هو راح عمل ايه بقى؟ راح بنى ورا المحكمه الدستوريه وقدام المستشفى. تمام. اللي هي المستشفى اللي هي تبع مستشفى الشرطه. طيب هل انت جنبك المحكمه الدستوريه؟ وهل ده اسكان اصلا المناطق اللي زي كده دايما بيحبوا يبقى قصادها، يبقى خلق ليه نوع من انواع التامين، التامين بتاعها بيبقى اسهل، فما ينفعش ان انت تحط لها عماير. فكانت النتيجه ضرب في الاساسات، ورجعوا للفيديوهات بالكلام ده لليوتيوب بعد اذنكم هتشوفوا الموقف. كل العمارة دي وقعت بضربة واحدة بانفجار واحد في الأساسات، نزلت كلها. فده يعتبر تعدي على أراضي الدولة أو وضع يد ليها، ده داخل نطاق المدينة. مؤخرا احنا عملنا موضوع وصل لنا التقنين الجديد أو التشريع الجديد بأن احنا هيبقى فيه تصالح. لو انت مثلا سايل مباني، انت باني 4 أدوار وطالع دور او دورين مخالف، هتتصالح عليهم. طيب بدل ما يطلع السكان ويشيلك الدورين دول. طيب مثلا انت عندك العمارة 4 أدوار وعندك السطح، وانت واخد نص السطح بنيه اللي هو اهو محدش هياخد باله منه، لا برضه ده دخل جوه التقنين. يعني ايه تقنين؟ يعني الحاجة ما كانتش ليجل فقننت فبقت قانونية، ده اسمه تقنين. ده بيبقى اسمه تقنين اوضاع في الحاله اللي احنا فيها دي، تقنين اوضاع. طيب فبرضه بتتصالح عليه وهكذا، اي حاجه بالطريقه دي. طيب احنا ليه وقفنا؟ ليه جالنا قرارات ان احنا نوقف كل انواع البنى على مستوى مدن المحافظات او عواصم المحافظات؟ علشان خاطر لا نصلح ما افسدته المحليات، ونحاول طبعا احنا مش هنصلح افسادات المحلات 100%، بس اللي احنا لو عرفنا نصلحها 50% يبقى احنا كده نجحنا نجاح باهر. بما فيه يعني لان فعلا فساد المحليات اكبر من احنا نتصوره. يعني في ناس كويسه فيه قوي وفي ناس وحشه، بس الفساد عامم يعني.
المهم دي مش قضيتنا. فاحنا بنحاول نصلح ما افسده الاخرون، ان احنا نوصل لمباني مقننه ومرخصه وليس عليها اي مشاكل وتعديات، حتى انت تبقى في بيتك امن مستامن، ان مفيش حد هيدخل عليك يقول لك ايه ده الوحده دي مش مترخصه، ايه ده لا انت باني فوق دور لازم، لا من دلوقتي انت مظبط حياتك. طيب هنا الجزء ده احنا بنتكلم في ايه؟ برضه احنا لسه داخل نطاق المدينه، يبقى انا عندي اول حاجه احنا اتكلمنا فيها الاراضي الحكر، المناطق الريفيه. هو ايه اللي جاب المناطق الريفيه جوه المدينه؟ طيب كردون المباني بيتغير كل عده سنوات، تمام، كل مجموعه سنوات بيتغير كردون المدينه، فبالتالي كردون المدينه لما بيزيد القطر بتاعه او الحدود بتاعته، فبالتالي بياخد جزء من الاراضي الزراعيه، فاصبحت الاراضي الزراعيه دي، تمام، بدل ما كانت ارض زراعيه بتتباع بالايراد او بالفدان او بالسهم ايا كان، بقت بتتباع بالمتر اراضي بناء. طب ماشي، طب هو ده من حقه ان هو يبني الارض الزراعيه؟ لا انا مش معترضه ان هو يبني، انا المعترضه عليه ان هو مثلا تيجي ارض زراعية جنب الارض اللي هي دخلت جوه الكردون ويبني، هو كده تعدى. طيب هل الارض الزراعية اللي هي جوه المدينة اللي اتقننت واللي دخلت جوه الكردون المباني، هل المفترض ان هي تتباع بالمتر؟ هي مش فكرة ان انت بتتباع بالمتر، هي الفكرة ان انت بتغير وظيفة ارض، استغلال ارض، استخدام ارض من زراعي لمباني. يعني احنا بنحاول نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا، فبالتالي هي دلوقتي بتقل بسبب زيادة عدد السكان وزيادة المباني، فاحنا بنزود الكردون بتاع المباني اللي هي حدود الكردون المدينة او المحافظة، فبالتالي بتاخد معاها اراضي. وده زي اللي حصل في 100 عقبة وعزبة الدقي في الجيزة، المناطق دي كانت مناطق خضراء كلها مناطق زراعية اتبنت عليها. وعلى فكرة لحد دلوقتي لو انت مشيت من طريق المنصورية، لو اخدت الكوبري الدائري بتاعك ومشيت واخدته العربية ومشيته بالدائري كأنكم رايحين المريوطية والمنصورية، فجأة وبدون اي مقدمات، فجأة اراضي زراعية قدامك على مرمى البصر وانت رايح، شوف هتشوفها من وانت فوق الكوبري قبل ما تنزل على المنصورية، أراضي زراعية كأنها وصلت لحد الأهرامات. الناس دي حافظت على أرضها حتى وهي داخلة كردون مباني، طالما أنا ملك للأرض خلاص أنا من حقي أن أنا حافظ على، أنا مش عايزة أبيعها بالمتر، أنا عايزة أخليها كده. مش قادرة أحكي لكم كم السياح اللي بيروحوا يوقفوا عند الكوبري علشان على الكوبري الدائري علشان يتصوروا جنب الارض الزراعيه دي ووراها شكل الاهرامات بيبقى عامل ازاي، وفي بقى ايه عشه او عشتين كده بيبقوا موجودين عشان الفلاحين اللي بيستريحوا وقت العصريه بيحبوا قوي يتصوروا في الحته دي. طيب كده خلصنا داخل المدينه، خارج نطاق المدينه، على اراضي الدوله بوضع اليد زي عزبه الهجانه على كيلو 4.5 ومنشيه ناصر بشرق القاهره. الأراضي الزراعية التي قام الفلاحون بتجريفها بعد كده باعها وتقسمها أراضي بنا زي ما احنا كنا بنقول، ودي بتبقى خارج كردون المباني، يعني هو أصلا مش من حقه إنه يحاول استخدام الأرض فيها، يعني اللي جوه المدينة ما بيحاولش يغير استخدام الأرض فيها، لأن دايما بيبقى عنده حتة الوازع بتاعته أرضي حاجتي، ما ينفعش إن حد ياخدها مني ولا يبيع ولا يفرط فيها. بنرجع تاني خارج نطاق المدينة، أراضي بناء ذات مساحات صغيرة وشوارع ضيقة زي المرج، حول المصانع، طبعا حول المصانع ليه؟ ان المصانع بتبقى الناس اللي بتبقى عايزة تروح للشغل بيلاقوا نفسهم مش مواصلات، طريق مواصلات طويل جدا كبير، فبقوا يبنوا مناطق عشوائية حوالين المصنع علشان ينزلوا يروحوا شغلهم على طول. ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا برضو بالمحاضرة اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان هو عايز يعيش مع اهله في بيت واحد، بعده ابن عمه، الشارع اللي وراه مين، تحته شغله، المدرسة جنبه، وهكذا. طيب وبالتالي هنلاقي الكلام ده فين؟ العمال هم اللي بيعملوه، لجأوا للكلام ده لقرب المصانع والحاجة لوسائل المواصلات زي حلوان ودار السلام على طريق مصر حلوان الزراعي اهو.
هنا اهو زي بالظبط كده، دي المنطقة الزراعية بتاعتي، وفجأة تلاقي الأرض متجرفة وبتجهز إنها تتبني، وادي المباني. في مكان برضه بعض المناطق العشوائية بتاعتنا خارج نطاق المدينة بتبقى في بعض الأنشطة زي الزبالين والفواخير. لو رحت الحتة بتاعت الفواخير دي كانت خارج نطاق المدينة في وقت من الأوقات، بعد كده بقت جوه المدينة، لأن طبعا منطقة زي الزبالين هي تبقى منطقة المفروض إن هي في أطراف المدينة، تمام؟ فهما شغلانتهم اللي هي الزبالة، فعملوا جنبها العشش بتاعتهم او عملوا جنبها المناطق العشوائيه بتاعتهم. الفواخير لو بصيت، لو طلعت من عند سور مجرى العيون ومشيت في الطريق بتاعك من الكورنيش وكانك طالع على المعادي من ناحيه سور مجرى العيون، الجزء ده من مصر القديمه، هتلاقي فيه الجزء بتاع الفواخير والناس قاعده بتبيع، وهتلاقي على طول جنبيهم البيوت، تمام؟ طيب انواع المناطق العشوائيه، عندي مناطق، عندي مباني مبنيه من طوب الخرسانه اهي، دي مباني الخرسانه وطوب، مناطق عشوائيه. عندنا مناطق عشش مبنيه من مخلفات البناء، ودي بتبقى موجوده فين بقى؟ اهو ده المنظر بتاع مخلفات البناء بتاعتي. طيب في حرم الترع والمصارف، اي خد بالك بقى من حاجه، من هنا الانسان بطبيعه حاله بيميل ان هو يقعد جنبه ميه، هو كده ميه، ترعه، مصرف، نيل، ما يضرش ان هو جنب سكه حديد، لا بيبقى شايف انها مواصله او ان هو ممكن يقدر يبيع في المنطقه دي، منطقه اثريه جنب السور بتاع المنطقه الاثريه، جنب البوابات بتاعه المناطق الاثريه كده. فعندنا في حرم الترع والمصارف، دي كانت موجودة عند الترعة الإسماعيلية وترعة الزمر. ترعة الزمر دلوقتي يعني في جزء منها تماما عملوا عليه تغطية، وفي جزء لسه في جزء اتعمل على ترعة الزمر كلها اتغطت، انما ترعة المريوطية كان في برضو عليها مناطق عشوائية واتزالت كلها واتنضفت حاليا، ده المشروع اللي كان شغالين عليه دلوقتي، واتنضفت حاليا كلها واتجرفت وتعمل لها سور، وبيتعمل لها حاليا ممشى، وبتتعمل لها برضو إضاءة، يعني اللي ساكن هناك قرب الهرم أو الجيزة فيصل الحتة دي ممكن يبقى عادي يشوف المريوطية، هما لسه شغالين فيها، فمش هتشوفوا الصورة كاملة، يعني المشروع لسه شغالين فيه بس ابتدى يظهر اهو. زي ما احنا بنقول اهو الترع والمصارف هتلاقيهم جنبيهم بجوار المناطق الأثرية زي ما احنا كنا بنحكي اهو، سور مجرى العيون ده وهما ساكنين جنبه، هما بيبقوا شايفين ان هما طالما يعني مش بس منطقة أثرية، ممكن يدخل يلاقي اكل عيشه جوه، ان هو بيبيع آثار، بيبيع مش بيبيع آثار، بيبيع بيبيع للسياح، بيقدر يتاجر فهو بيبقى مرتاح في المنطقة دي. مش بس كده، بلس ان هو قريب من المواصلات، قريب من الشارع، ودايما تفكير بتاع العشوائي ان انا عايز اقرب باقصى قرب، سواء اذا كان لمحل العمل سكني يبقى لمحل العمل، وفي نفس الوقت للشارع عشان اقدر اروح في اي مكان بسهوله ويسر. طيب بقرب المناطق الصناعيه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، علشان هو مش عايز يمشي مواصلات كتيره ولا اي حاجه، لا فانا هروح جنب المصنع بتاعي او عند مثلا مناطق رخام اللي هي اللي في شقه تعبان، وشبرا الخيمة، حلوان، امبابة، على ضفاف نهر النيل اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ممكن يصطاد، ممكن بيبقى بيصطاد هناك، بيقعد هناك، يعني هو بيبقى شايف ان القعدة بتاعته دي احسن قعدة على المية على النيل، زي ما احنا كنا بنقول زي زمان. زمان يقولك الانسان لما بيجي بيتطور اول حاجة بيعملها ايه؟ بيروح جنب المية، يقدر يزرع، يقدر ياكل، يقدر يصطاد، وفي نفس الوقت جنب المية، يعني هو جنب النيل، فسهل قوي ان هو يطلع على الطريق الرئيسي. طيب انواع المناطق العشوائية قلنا لسه مكملين، بتبقى موجودة على محاولة السكك الحزام كنا قلنا من شوية، بتبقى بالقرب من مساكن الإيواء. ليه بقى؟ هو بيبقى قاعد جنب مسكن الإيواء كده تايه جواه، ما هو مش عارفين ان ده عشة ولا ايه، فهو قاعد جنبه. وبعد كده
بيبتدي بقى ايه قاعد جنبيهم في خيمه، الناس ممكن تسيب الخيمه وهو ياخد الخيمه ويقلبها بقى عشه ليه، وهكذا بقى الزحف بقى ايه المناطق العشوائيه لمساكن اليوم. احزمه الفقر دي مش موجوده عندنا، وفي الغالب بتبقى موجوده مثلا في دول زي مثلا الهند وخلافه، لكن احنا ما عندناش الكلام ده. احزمه الفقر دي مش موجوده. بنقول في الاخر ان احنا عندنا اي منطقه متخلفه عمرانيا، ده مش معناه ان هي وحشه، لا هي بتحاول تنعزل على المناطق العمرانيه، وده اللي احنا قلناه زي مثلا الزبالين هم ليهم مهنه متميزين بيها، فهم بيحاولوا يعتزلوا عن باقي المجتمع بان هم يبقى ليهم مكان لوحدهم. اوكي طيب، بشكل عام ايه هي المناطق العشوائيه؟ ان هي بتبقى موجوده جوه او خارج المدينه على الارض الزراعيه والصحراويه، بتكون ذات ملكيه قانونيه او لا. اسكان عشوائي ده ظاهرة عالمية، دي فيها كل يعني فيها غالبية المدن العالم الثالث، ودي بتبقى علشان هي بتبقى عايزة تجري بسرعة على التحضر وكده، فطبعا العملية بتخرب زي ما احنا مثلا عملنا في الاسكان العشوائي اللي احنا الاسكان الشعبي اللي حصل في المحاضرة اللي فاتت. طيب الاسكان العشوائي بتاعي اكبر مشكلة بتظهر فيها اللي هي مشكلة المواطنين اللي هما محدودي الدخل. طيب هنا بقى دي النقطة دي هنقف فيها شوية. لم تنجح السياسات القائمة على رفض المناطق العشوائية في وقف نموها، بل الحل هو الاعتراف بها ودراسة بحث تحسين أحوالها والارتقاء بها، وده اللي احنا عملناه دلوقتي زي ما احنا كنا بنتكلم المحاضرة اللي فاتت. عندنا الناس اللي راحت الأسمرات دول احنا وديناهم، ابتدينا نهتم بيهم، لأ الموضوع ان انا مش بس بديهم منطقة سكنية، لأ انا برضو بديهم منطقة آدمية يقدروا يعيشوا بيها بكل امان ويبقى ليهم فيها كرامة. فالموضوع ما بقاش ان احنا نقول يا دي منطقة عشوائية مناش فيها، لأ بينا بناخد المنطقة نفسها بنطورها بنرتقي بيها، ودي السياسات اللي ان شاء الله هنتكلم فيها بعد كده، سياسات التعامل مع المناطق العشوائية. هنا هنتكلم بارتقاء، تجديد، تجديد حضري، تطوير، ترميم، حفاظ، هد، هدم، نشيل كله خالص وناخد الناس دي نوديها في حتة لحد لما الكلام ده نقدر نطلعه تاني بصورة احسن ونرجعهم تاني. كل الكلام ده هناخد السياسات بتاعتها المرة الجاية ان شاء الله. اخر حاجة عندنا في المحاضرة ايه هي الخصائص العامة للمناطق المتدهورة؟ في عندي خصائص طبيعية، دي كأنها مراجعة على كل اللي فات. عندي خصائص طبيعية اللي هي القدم والتهالك، انتشار القمام وطفح المجاري، الخلط في استعمالات الأراضي، ما مش عارفينها هي دي مصانع ولا زراعة ولا مباني. طب هي زراعة أنا هحولها من استعمال زراعي لعمراني، لا ده أنا عندي الدور الأرضي هغيره من سكني أخليه تجاري، بقى فجأة بقى في ناس، بقى في معمارات تحتها محلات وهكذا. عدم صيانة الآثار، وعندي خصائص اجتماعية اللي هي الابتقال للخدمات العامة والاجتماعية، ارتفاع معدلات التزاحم والكثافة السكانية، ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية والهجرة إلى المنطقة اللي احنا هنتكلم فيها من أول ما ابتدينا المحاضرات، الهجرة من الريف للحضر، اشتراك أكتر من أسرة في الوحدات السكنية، وأخيرا الخصائص الاقتصادية، تضارب مستويات نوعيات الأنشطة الاقتصادية. آخر حاجة هي الصورة دي، دي كانت منطقة تل العقارب، دي موجودة، يا ريت لو تشوفوا الشغل بتاعها عامل ازاي. المدينة اتهدت بالكامل بالكامل تل العقارب، وتحول المشروع دلوقتي لمشروع روضة السيدة، فالناس احنا طلعناهم من المكان خلاص وسكنناهم في حتة تانية وطورنا المنطقة. احنا مش طورناها بس، احنا هدينا المنطقة، لان بصوا زي ما انتوا شايفين كده المنطقة دي لا يمكن فيها، يعني انت لو يعني معلش احنا لو بصينا بس هنا كده هتلاقي الحيطة دي مايلة، المبنى ده قايل للسقوط، المباني دي معمولة بدعامات خشبية شايفين. طيب هل الحاجات دي هل هي قابلة للتطوير؟ لا. هل اقدر اتعامل معاها منطقة اثرية مثلا عشان شكلها قديم وبتاع وكده وارممها؟ اكيد لا. فبالتالي كان انسب حل ان انا اهدها واشتغل عليها واطورها، وفعلا مفتتحت السنه دي اللي هي مشروع روضه السيده. عندنا مشروعين كبار جدا اتفتحوا في خلال
السنة اللي فاتت والسنة دي، اللي هم الأسمرات. في خلال يعني احنا خلينا نتكلم في خلال السنتين اللي فاتوا، مشروع روضة السيدة ومشروع الأسمرات. حقيقي أخيرا بقينا بنبص للعشوائيات، ومبقاش عندنا حاجة اسمها ان احنا مش هنطور، وان احنا كان بيجينا احباط ان احنا عمرنا ما هنطور الاماكن دي، وان الناس دي هتفضل مظلومة العمر كله. لا، الحمد لله بقى بايدينا ان احنا نقدر نطور المناطق دي ونعيشهم حياة آمنة كريمة. شكرا ليكو، شكرا جزيلا ليكو، وان شاء الله نتقابل المحاضرة اللي جاية. اشكركم، شكرا جزيلا. قبل ما نقفل بس، التسليمة المطلوبة بتاعتنا، احنا هنكمل البحث اللي كنا طالبينه المرة اللي فاتت. احنا طالبين، عشان بس نأكد على المعلومة، احنا طالبين بحث متكون من 10 صفحات بحد أقصى A3، مقاس الورق A3، يعني خلينا بنتكلم يعني أقل، ما يقلش عن 5 صفحات وما يزيدش عن 10 صفحات. هنتكلم فيها عن تعريف المناطق العشوائية بتاعتي، وهناخد مثالين هنحللهم، مثالين، واحد جوه مصر تمام، واحد بره مصر. هناخد المثالين دول هنحللهم، وهنيجي هنقول ايه التعامل معاهم كان تم ازاي، وايه سبب ان هم شافوا كانوا شايفين المناطق العشوائية دي وعايزين يطوروها. طبعا 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 مفيش حاجة اسمها تسليمة او مشروع او في التخطيط الا لما يكون فيه مخططات وصور. فبنيجي نقول قبل وبعد، قبل التطوير وبعد التطوير. التسليم بتاعنا ان شاء الله مازال قائم يوم الخميس تاريخ 6/8/2020 زي ما احنا شايفين. شكرا ليكم.